السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة نوريتا اندور. اليوم هو أول كورس التسمين، أول فيديوهاتي لكورس التسمين. التسمين عنده ياسر من الطرق الطبيعية اللي لا نحتاجها، وهذا أحد فيديوهات الكورس. مازلنا لا نديرو فيديوهات ياسرة عن زيت التسمين وطرق عديدة للتسمين السليم. أول شيء لهي نبدأه، أول شيء هذه وصفة طبيعية بدون أي مواد، يعني أي مواد من الفارماسيا، أو وننصحكم تبعدوا عن الفارماسيا اللي بها عندها ياسر من الأضرار على الجسم. هي ليست سمنة، فقط رغوة ينتفخ بها الإنسان. أول شيء، أول مكون عندنا هو 200 غرام من الكاجو. 200 غرام من الكاجو نصفره شوي في الفران. وعندنا جوزة، هذه الجوزة طيبتها في الرماد، يعني هي تطيب فقط على حرارة النار. يعني منين يطفى 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 الجمر عندك تديريها تحت الرماد، هي تطيب فقط بالحرارة، النار تحرقها. وعندي هون الحلبة، 50 غرام من الحلبة. وعندي هون النافع، وعندي هون النافع الكستلاني. قيسي العطار وقولي له النافع الكستلاني، ما هو النافع العادي، النافع الكستلاني. وعندي الجلجلان البلدي، وعندي الكوك. الكوك ايضا تقولي له اعطيني الكوك الدسم، ما هو الكوك الجاف، الكوك الدسم اللي مزالت فيه زيوته. كوك دسم من تمسيه بحالك بيدك كتبقى زيوت، زيت في ايدك. وعندنا فواكه جافة، وعندنا النوسية، وعندنا الفول السوداني. هذا الفول السوداني يتوفر في السوبر ماركت، وفيه معدل بالفول السوداني، فول سوداني محمص، سكر، زيت صويا. هذا ضروري للوصفة على بركة الله. أول شيء لهي نعدلوه، لهي نطحنه بالمكونات. ومنين نطحن المكونات اللي لهي نحتاجوها؟ طحنا الكاجو مزيانين، نقعد دقيق. وطحنا النافع الكسلاني، وطحنا الحلبة، وطحنا الجلجلان. ذكرت قولوا اليانسون، نافع الكسلاني اللي هو اليانسون. والكوك ما تحتاجي تطحنيه، بهذا الكوك دسم الا طحنتيه مرقو ذوك الزيوت اللي فيه. ولهي عندنا فواكه جافة كي ذكرنا. اول شيء لهي نبداو به، لهي نخلطو في اناء زجاجي من الاحسن. اول شيء لهي نعدلوه هو لهي نحكو الجوزة، لهي نحكو الجوزة بهاي الحكاكة ديال الصوم. الجوزة خاصكم تتحفظوا عن البرد، هي زينة ومفيدة أساسية في الوصفة، هي مكون أساسي الجوزة. وللناس اللي ما تبغي تعمل الحلبة تقدر تقلعها من الوصفة، للناس اللي ما تبغي الحلبة تقدر تدير في بلدها الصوجة. انا بالنسبه لي عن الصوجة يعني هي معوض للحلبة. لهي نحط الجوزة كاملة، بهذه الطريقة. ومازال عندنا فيديوهات ان شاء الله لنجيب لكم
لهي نجيب لكم كورس تسنين بشكل كامل، يعني دهن التسمين موضعي نتبقى الجوزة بهذا الشكل، يعني نطحنس. لهي نزيدوها الحلبة، ولهي نزيدوها النافع الكستلاني للإشارة. أنا من نوع المدمن على ريحته، أتجنني ريحته، ريحته روعة 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 روعة. ولهي نديرو الكاجو، ولهي نديرو جلجلان، نخلو منو شوي ديكور فوق الوصفة. نخلطو المكونات بهذه الطريقة، لهي يعطيكم شتو هذا لا شوي شوي، يعطيكم كمية وفيرة ما شاء الله، كمية وفيرة اللهم بارك. يا غير احرصوا على مثله، ديروها لا في اواني الزجاجية اللي بها الاواني ديال بلاستيك تطلص مادة سامة. انا ما نبغي حد يعمل مسائل السمنة بالنسبة لذوك التاجرات اللي يبيعوا المسائل ويديروا فيهم يديرون في اواني بلاستيكية ويبيعوها، هذيك لا بعد، ومنها اللي به بلاستيك يطلص مواد سامة. راح نديرو الكوك، بهذه الطريقة نخلطوه ومن فم لهي نجبدو نوتية عشاق نوتيلا. الفول السوداني، الفول السوداني، الفول السوداني هو أهم وصفة عندي عقب النوتية والجوزة. راهو يسمن الطفيلات بطريقة رهيبة 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 رهيبة. اللاو كيلو وحده لمع الخبز يسمن، وش قال يبذي الطريقة.
رهيب رهيب رهيب، لا يفوتكم. والوصفة تعطيك كمية ما شاء الله. يا سرع بالنسبة للناس اللي تبغي تزيدها العسل تزيدوا لها، شوف ما شاء الله شو كم الكمية كانت، فقط 50 غرام من الحلبة و 100 غرام من الجلجلان ومن النافع ومن 100 غرام. الكمية الوحيدة اللي فيه ياسرة، الكمية الوحيدة اللي فيه ياسرة هي الكاجو، الشي الثاني كامل ما شاء الله يعني كمية بسيطة، لا 100 غرام 100 غرام 100 غرام 100 غرام. ونخلط ذي المكونات بسم الله اسم الرسول، دائما مع ذكر الله باش تنزل لنا البركه في المسائل. هذا صراحه يبغي حرب باش يتخلط. يبغي حرب باش يتخلط ما شاء الله. ريحه ما شاء الله، ريحه الكوك مع النافع مع نوثيه مع زبده الفستق ما شاء الله. انا بعد انا من ذي الوصفه محببه عندي، تفتح لي الشهيه وتسمنك بطريقه صحيه، ورائحتها روعه، لا رائحتها وحدها تقدي تاكليها في نهار واحد من زين ريحتها. نخلط ذا اللي به يبغي يبغي يعني تخليط ذيك هي مانعة، نخلط ذا ونرجع لكم. واللحسة المسمنة ذي هي، شتو النتيجة كم عطاتني ما شاء الله، ياسر ما شاء الله، وطعمتها وريحتها قاع، الرائحة 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 لا الياقوت. آخر شي اللي نديروه فواكه مجففة، قمة الروعة. أنا بعد مفضلة عندي ذي الوصفة، ولي دروها في بطاطا زجاجية حبسلو معها هذي الكوتشارة، دروها في بطاطا زجاجية وتذكروها بشوي من الكوك باقي بذي الطريقة. رائحتها لا الياقوت، ودينا نضلو شي من الكاجو، يعني ما طحنا خليناه التالي. لو كان عندكم شي من العسل ديروه عليها، صبوه شوفوا بذي الطريقة، ديروا عليها شي من العسل وبالصحة والراحة. الوصفة هاي أعزائي سمكال، كل ورا كل وجبة كتشارة، يعني ملعقة ورا كل وجبة، ورا كل وجبة طعام توكلي ملعقة. وإن شاء الله في الأسبوع الثاني تبدأ تظهركم النتيجة، والله ينفعكم إن شاء الله. وتحفظوا عن البرد، حاولوا تبعدوا عن البرد، تعرفوا الجوزة شوي ما تبغي البرد، وبصحة وراحة. ومرحبا بكم، وشاركوا في القناة اللي دور يعرف كورسات التسمين.
راهم قادمين إن شاء الله، وصفات أكثر وأكثر اللي بيه كل إنسان وشي يجي معاه. واحدة زقد جي معاه هذه الوصفة، واحدة تناسبها وصفة ثانية. يعني اللي ندير مجموعة من الفيديوهات ديال كورسات التسمين وكريمات التسمين إن شاء الله. ومرحبتي بكم مستهلة، وشاركوا في القناة، ومن فضلكم ضعوا زر اللايك، ضروري ضعوا زر اللايك لتشجيعنا ومداومتنا على نعطوكم فيديوهات أكثر وإفادة أكثر. ومرحبتي بكم وسهلا.